ايش راح يكون؟ هذا البروتون حيتقسم دبلت بواسطة هذا البروتون، وترجع كل وحدة من هذه الدبلت تنقسم دبلت بواسطة هذا البروتون. هذه اللي نسميها دبلت اوف دبلت، او نسميها الكومبلكس. نجي عندنا هذا مثل ما هنا موجود عندك، شوف هنا ده، شوف عندك هنا شلون كلتها واضحه، شلون ده تكون عندك السبليتنج مالتها دبلت، لاحظ شلون انقسمت دبلت وبعدين كل وحده من الدبلت صار لها سبليتنج، وشلون انه من نجي نريد نعرف شلون راح تطلع عندنا. لاحظ عندك هذه البروتونات مالت البنزين رينج راح تطلع هنا، شوف هذا اللي حكينا عليها. هسه هذه البروتونات اثنيناتهم كيميكالي ماجنتيكالي ايكوفلنت توجذر، وهذه تطلع وذ انذر بيك. زين؟ فلاحظ ايش طالعه عندك، بيك قريبه من السته وبيك بعيده. البعيده من السته هي للويذدروينج ايفيكت. هذه هنا عندنا ريزونانس. فهذني الاثنين هم هذول، وهذه اللي بالميتا والبارا هي هاي. هذا هنا وين يطلع عندك؟ هذا دائما البروتون مال الالديهايد يطلع عندك لي فوق، اللي هو هذا بالاخير، اللي هو موست دي شولدد بروتون. شلون تعرف انه هو موست دي شولدد بروتون؟ من الارقام اللي نعطيتك اياها بالجدول اللي قلت لك بالامتحان راح انطيك اياه. نعطيتك طبعا اكثر من مثال، يعني لاحظ مثلا عندك هسه هنا، لاحظ هذا الشكل، هذه هنا اثنيناتهم كيميكالي ايكوفلنت توجذر، فهذني اربعتهم راح يظهروا لك ضمن نفس البيك. هذا هنا الاثنيناتهم كيميكالي ماجنتيكالي ايكوفلنت توجذر، اذا راح يطلعوا لك ضمن نفس البيك. هذه السبليتنج مالتها شلون حيكون عندك؟ ايش قد عدد البروتونات؟ 1 2 3 4، اذا ان تساوي 4. إذا n plus 1 شو تساوي لنا؟ 4 plus 1 تساوي لنا 5، إذا بنتيت. لاحظ 1 2 3 4 5. زين، بالنسبة لهذول، هذول اثنيناتهم كيميكالي ماجنتيكالي ايكوفلنت توجذر، من القريب عليهم اثنين؟ إذا n تساوي لي 2. إذا n plus 1 تساوي لي 2 plus 1 تساوي لي 3، هاي 1 2 3، إذا تريبلت. ومن هي المور دي شولدنج 1؟ هي راح تكون هذول. ليش؟ لانه قريبين راسا عندك من السي او. لاحظ هنا بس شلت وحده من الاتش خليت مكانها السي او. اذا بهالحاله ايش كم نوع عندي من البروتونات؟ يعني ذاك سابقا ايش كم نوع عندي؟ هذه ويا هذه تعتبر نوع واحد لان متكافئين، وهذا نوعين، فلهذا طلعت عندي هذه بيك وطلعت عندي هذه بيك. لكن هسه لاحظ بس شلنا اتش خلينا بمكانها سي ال، اذا ايش كم نوع صار عندي؟ 1 2 3 3 تايبس، اذا معناها 3 بيكس. نيجي نشوف هل طالع عندنا 3 بيكس؟ لاحظ هذه بيك 1 2 3. هذه شنو السبليتنج مالتها؟ من القريبة عليها هاي الاثنين، اذا راح اقول عليها هذه 2 plus 1 تساوي 3، اذا هي راح تكون عندك تريبلت. نجي هذه شنو السبليتنج مالتها؟ او خلينا نكمل هذه وبعدين نجي على هاي. هذول الاي بالنسبة للاي شنو السبليتنج مالتهم؟ قريبة من عندهم اثنين، اذا راح يكون n plus 1 2 plus 1 تساوي لي تريبليت، هم ثلاثية. زين، بالنسبة عندنا للسي اتش 2، سي اتش 2 ايش راح تكون عندك؟ من هنا عندها اتش، يعني هي شنو عندك؟ هذه سي سي ال سي ال، هذه اتش، وهذه هنا سي اتش 2، وهذه سي اتش اتش سي ال. هذه هنا اتش، اذا اطبق عليها n plus 1 تساوي لك 1 plus 1 تساوي دبلت.
وهذه عندك 2H، إذا N تساوي لي 2، إذا N بلس 1 يساوي لك 2 بلس 1 3، إذا تربليت. إذا يا أما أقول دبليت أوف تربليت أو أقول عليها تربليت أوف دبليت. نجي من الموست دي شيلدد 1، هذا البروتون واقع عندك under the effect of two halides اللي هو طالع عندك تربليت. هذا طالع عندنا هذين اثنيناتهم هم تربليت، وهذا كومبلكس اللي قلت لك يا اما نقول عليه دبلت اوف تربليت او نقول عليه تربليت اوف دبلت. من الموست دي شيلدد 1 اكيد اللي يتصل عندك بتو هالايت، اذا هذه هي البيك مات السي لان تتصل بتو هالايت، وهذه عندك الاي وراح تكون عندنا هذه هي البي. لو جينا اخذنا عندنا هذا الستركتشر، لاحظ هنا هذا الستركتشر نيجي ناخذه، شكو موجود عندنا هنا بهذا الستركتشر؟ شوف هسه اذا اقول لك ضمن هذا المركب which proton or protons the most de-shielded، اكيد هذه السي اللي هي قريبه من السي او، من القريبه عليها 2 protons، اذا راح يكون n plus 1 شي يساوي لي هذه 2 تسوي splitting لهذه 2، إذا هذني 2 بروتونز تظهر عندي تريبليت اللي هي هذه 1 2 3. نجي هذه ايش راح تكون عندك قريبه من هذه 2، إذا اطبق عليها n بلس 1 تساوي لي 2 بلس 1 تساوي تريبليت، وهذه راح تكون عندك 3 بلس 1 لانه يعني n بلس 1 تكون 3 بلس 1 راح تساوي لك 4 اللي هي كوارتيت. فيا اما اقول عليها تريبليت اوف كوارتيت او كوارتيت اوف تب اوف تريبليت. زين نجي هسه على هذه سي اتش 3، من القريبه عليها 2، اذا ان بلس 1 يساوي 2 بلس 1 يساوي لي تريبليت. اذا الاي السي اتش 3 هي هذه التريبليت، هذه هي الاي، واللي هم السي اللي هي هذه، واللي هي تكون بشكل كوارتيت اوف تريبليت او تريبليت اوف كوارتيت البي اللي هي هذه البيك، هذه هي البي. عندنا هذا المثال، هذا تعتني بهذه الأمثلة بالامتحان، وعندنا هذا أجيبها حتى كلتين نشرحها بنفس الوقت. عندنا هنا لاحظ هسه هذه منو هي الموردي شولدد، يعني إذا أجيب لك بهذا منو هي الموردي شولدد 1؟ ما علينا من البنزين، علينا هسه من هذني، هذه راح تكون موردي شولدد، هذه يصير لها دي شولدنج لكن أقل. بالنسبة للبنزين رينج منو هي المور دي شولدد؟ اللي هي اورثو للوذ درونج اوجرو، تي هنا اللي هي الاورثو. نجي هذا المركب ويا هذا، لاحظ البنزين رينج كلها دا تطلع عندك 1 بيك، هاي هنا كبرناها للريزوليوشن دا تطلع عندك 1 بيك، لكن هنا هذه البروتون كيميكالي ماجنتيكالي ايكوفلنت لهذا، وهذا كيميكالي ماجنتيكالي ايكوفلنت لهذا. زين هنا أنا which is which، احنا مو قلنا هذه الكترو withdrawn من الستة للdonating، والأبعد ما يمكن للستة هي لل withdrawn. طبعا هذني كلهم راح يصير لهم deshielding، يعني يتأثرون عندك بالdeshielding effect، لكن طبعا بدرجة شوية تكون عندك أقل.
لاحظ عندنا هذا هنا شو يكون عندك؟ لاحظ هنا هذه هنا CH3 اكو هنا بروتونات؟ لا، اذا تطلع سنجلت. هذه CH3 نعم، من عندكم كلتكم؟ ايش هي موجوده؟ ياتي العرض موجود دكتوره، احنا بهذا الجروب موجود العرض. يا جروب راح مريم ماجد، جروب مريم ماجد راح، لو جروب دنيا، جروب دنيا، دكتوره جروب دنيا موجود. اي ماما، هاي بنتي، هاي لان يضعف الانترنت عندكم بنتي. زين نجي هنا هسه، هذه الكربون عليها هيدروجين؟ لا، العلاقه بين هاي الكلير 3 بروتون وهذه وهذه، هاي 9 بروتونز وحده للخه كيميكال ايكوفالنت، اذا الريليشن شيب بتوين ذيم هي انتجريشن. يطلعوا لك شوف within the same peak، ما دام انتجريشن يعني وحده ما تسوي سبليتنج للخ. اذا ما دام هي متصله بكربون ما عليها هيدروجين، اذا ايش تطلع عندك؟ سنجليت. زين هسه عرفنا هذه سنجليت وهاي سنجليت. زين البروتونات مات هذه مات البنزين، which is which؟ هذه مو with the drawing، اذا ابعد ما يمكن للسته. هذه مو donating، اذا هذه البيك مالتهم هي اقرب ما يمكن للسته. وبنفس المفهوم عندنا بالنسبه لهذا المركب الاخر. نجي عندنا على شغله، طبعا نعطيتك سلايد اللي هو يعتبر عندك هذا السلايد، هذا كانما مثل الهوم وورك بالنسبه لك حتى انت تجي تتدرب عليه وتشوف نفسك انت فاهم الشغله لو لا. وقلت لك شكو سؤال نعطيتك يا وجواته كاتبه الحال، او السؤال هذا من تجي تقرب الفاينل تعتني بيه. عندنا شغلة اللي هي عندنا البوب نيشن. البوب نيشن هذا يعني حطت لك يا مساعدة لك، مثل ما موجود عندك بالمحاضرة أجيب لك يا نصا. زين يعني أكثر من هذا مساعدة بعد شتري؟ شكو موجود عندنا؟ إذا كان تأثير البروتونات وحدة متقاربة لله، شنو ماما؟ هذا الأمثلة عايد البوب نيشن، هذا السلايد. انتوا عندكم المحاضرة قدامكم لو لا؟ ماما المحاضرة قدامكم؟ اي سلايد رقم 13. اي ماما سلايد رقم 13 مو يبدي؟ سلايد رقم 13 مو يبدي بالبوبل نيشن؟ نعم دكتورة. هذا الموضوع، هذا الموضوع، الأسئلة اللي أجيب لكم إياها بالامتحان نصاً من المحاضرة. من يكون الريليشن شيب بين البروتونات نفس الريليشن شيب، يعني لاحظ هنا هذا البروتون قريب من شنو؟ يعني شوف هسه هذا البروتون، خلينا نقول لك اياه بالازرق، هذا البروتون قريب من شنو؟ قريب من هالايد، وهذا هم قريب من هالايد، ماكو فرق كبير بيناتهم، فرق كلش قليل، اذا اسميهم A B. ولو اكو كربون اللخه هم قريبه لهم اسميها C. لكن من اكو فرق اسميه A X او A Z. زين لو كان اثنين متقاربين واللاخ بعيد اقدر اسميه A B Z. اذا هذه الحالة الاولى، انه اذا كان عندي اثنين متقاربين اسميهم A B، اذا ثلاثة متقاربين اسميهم A B C. اذا الحالة الثانية اكو فرق بيناتهم، اذا اثنين اسميهم A X. إذا اثنين متقاربين واحد بعيد أي إكس أو أي زد، شو أسميه؟ أي بي، والبعيد أسميه إكس أو زد. زين إذا كان عندي واحد بعيد واللاخ قريب واللاخ إن بتوين،
إذا واحد أسميه A والآخ أسميه X Z، وهذا in between اللي هو middle حرف ال M أرمز لياه بال M. فلاحظ هنا شكو موجود عندنا، هذا خلصنا منه. هنا هذا متصل بالأكسجين، هنا هذا البروتون إيش متصل؟ أكو أكسجين؟ أكو هيترو أتوم؟ لا. إذا أقول A X. البروتونات اللي هي A إيش كم بروتون عندي؟ اثنين، بينما الـ X واحد، ماكو داعي أكتب رقم واحد. نجي هنا شكو موجود عندي هنا؟ هنا عندي الكوكسايد، بينما هنا ما عندي الكوكسايد. إذا هذا A X اللي رمزت له A إيش كم بروتون؟ واحد، رقم واحد ما ينكتب، بينما اللي رمزت له X إيش كم رقم؟ اثنين. إذا هذه الأرقام هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن عدد البروتونات ضمن كل شيء أنا مسميته. نيجي ناخذ الاكزامبلز الأخرى، يعني قلت لك بالامتحان أجيب لك من ضمن هذه الاكزامبلز، يعني هاي كمساعدة لك. لاحظ هنا ايش راح يكون عندك؟ هذا parallel OH، parallel OH، هذا ortho للCl، هذا ortho للBr. إذا راح أقول A B C، لأن كل أتوم تحت الإفكت مات الهيترو أتوم فمتقاربين. لاحظ هذا هنا، هذا بارا للهيترو أتوم اللي هي رأسه من ضمنه، إذا هذا A. هذا شي يكون عندك أورثو للنيترو بارا للسي أل، إذا هي السي أل أوريدي تأثر عندك على البارا بشكل قوي، والنيترو من خلال الاندكتيف إفكت تأثر على الأورثو قوي. إذا هذه راح تكون عندك أبعد ما يمكن، من هي اللي بيناتهم؟ هي هذه، هذا البروتون اللي هو بارا للنيترو. مثل ما تعرف النيترو كويذدروينج ما تسوي اورنتيشن للبارا، تسوي للميتا، لكن منو دي يأثر عليه بشكل أقوى من النيترو؟ هو إنه هو أورثو للسي أو. إذا هذا إيه؟ نيجي هنا هذه 2Cl وهذه 2Cl، إذا هذا ويا هذا متشابه. إذا إيش كم بروتون عندنا؟ واحد اثنين، وهذا بس Cl وحدة، إذا أقول عليه X. نيجي هنا هذا السيستم شلون أسميه؟ هذه ويا هذه كيميكالي إيكوفلنت، إذا يا أما أقول A2 B2، لأن هذني اثنين، الـ A اثنين والـ B اثنين، أو شو أقول؟ A A prime B B prime. لاحظ هذولا، هذه ويا هذه كيميكالي ماجنتيكالي ايكوفلنت، لأن هي أورثو للسي أل بارا لهذه السي أل، هذه بارا وهذه بارا، وميتا اثنيناتهم مثل هاي السي أل، إذا هذولا اثنيناتهم سوية A. بالأي إيش كم بروتون عندي؟ واحد اثنين. هذا بنفس الوقت ميتال لهذه الاثنين السي ال وبارا لهذا، اذا هذا بعيد عنه. فاذا السيستم يا اما A3 X2 A3 X اي، شوف هذني متقاربين، لا هذه اسميها A3، هذه M2، هذه X2، لانه ممكن هنا اخلي مثلا Cl، ممكن هنا اخلي NO2، واخلي وحده بعيده عن اللغة. فأكرر عليك بالبوب نوتيشن، أخلي لك يعني أجيب لك نصاً من اللي موجود عندك بالمحاضرة، هاي حتى تطمئن من ناحية هذا الموضوع. بالكيميكال رياكشن أقدر أني من خلال الـ NMR أتبع الكيميكال رياكشن، يعني شوف هذا همين تنتبه إلها. أقدر أني يعني شوف هسه أني عندي هذا الرياكشن، من عندي كربون دبل بوند كربون، وجيت ضفت الووتر كونتينت، شنو الووتر كونتينت؟ هي HOH، زين؟ هذه تتصل بH، وهذه تتصل عندك بالساكيك ستركتشر. زين،
تتصل عندك بالسايكليك سي ستراكشر. فيا اما هنا يجي عندنا الاو اتش، اذا هنا تجي الاتش زين، وهاي اعتيادي تمسح، او هذا نفسه خلينا ناخذه، او انه لا هذه تجي الاو اتش، هنا تجي الاو اتش وهنا تجي الاتش. يعني يا اما هذه طبعا اعتيادي اوريدي هي بها اتش، اما هذه تصير سي اتش 2 او اتش، او هذه تصير عندك بشكل سي اتش 3 او اتش. زين شلون اقدر اتبعه؟ نجي نتبعه بالشكل التالي، بس انتبه علي حتى تشوف ايش قد سهل الحل مالته. اجي اشوف هذا المركب، خلي ناخذه بشكل مكبر حتى يكون واضح الشرح بالنسبه لك. نجي ناخذ هذا المركب، هذا ايش كم نوع عندي بروتون؟ هذا واحد اثنين ثلاثة، وهذه كلتها اعتبرها أربعة، إذا four types. هذا ايش كم نوع؟ واحد اثنين ثلاثة، إذا three types. من أقول three types معناها ايش كم peak؟ three peaks. four types معناها ايش كم peak؟ four peaks. بعد هنا أنا مو عندي CH3، وهذني الثلاث بروتونات كيميكالي ماجنتيكالي ايكوفلنت توجذر، اذا لازم تطلع عندي بيك تحتوي لي على 3 هيدروجينز. هنا انا عندي سي اتش 3؟ لا، اذا المفروض ما تطلع عندي بيك تحتوي لي على 3 هيدروجين. نجي نتاكد من الكيميكال ستراكشر مالتها. شوف ماما، هذا قلنا ايش كم بيك عنده؟ مو قلنا أربعة؟ لاحظ 1 2، هذه الاتش 4، وهذه عندك 5، قصدي 1 2 هذه 3 وهذه 4. نجي هنا ايش كم بيك يطلع؟ 1 2 3، يعني هذه البروتون انا اقصد مو الاتش، قصدي مو الاكسجين، البروتون 1 2 3. اذا ايش كم بيك لازم تطلع عندي؟ لازم تطلع عندي 3 بيكس. لاحظ ايش كم بيك طالعه عندنا؟ 1 2 3. لاحظ هنا ايش طالعه عندنا؟ بيك تحتوي لي على 3 بروتونز، بينما بالحاله الاولى هذا المركب عندي بيك تحتوي لي على 3 بروتونز؟ لا. إذا إذا طلع لي بيك تحتوي على 3 بروتونز، إذا هذا البرودكت. ما طلعت لي، إذا هذا هو البرودكت الصحيح اللي يطلع عندنا. طبعا عندنا البروتونات على الأكسجين، هذا السلايد. خلي أجيبها حتى رأسا كلها أشرح لك إياها، يعني متكامل وحدة ويا اللغة. ماما خليها ببالك، كل بروتون مثلا عندك او اتش، عندك ان اتش 2، وجت هنا مثلا سي اتش 2، جت هنا سي اتش 2، البروتون الواقع على الاو اتش وعلى ان اتش لا هو يصير له سبليتنج ولا يسوي سبليتنج للنيبورنج، دائما يطلع سنجلت دائما. ف
فلو كان عندك CH3 CH2 OH هذه السبليتنج مالته شنو يكون عندك ما دام الاكسجين نيتروجين سنجلت هذا ايش راح يكون عندك ما راح نقول اكو هنا واحد وهنا ثلاثة وهنا نطبق N بلس 1 وهنا N بلس 1 لا غلط البروتون مالت الـ OH والـ NH أو NH2 NHR ولا كأنما موجود رأسا راح أقول النيبورينج 3 إذا أقول N بلس 1 تساوي 3 بلس 1 يساوي 4 إذا هذا كوارتيت ونفس الشيء إذا النيتروجين ليش؟ لأنه هذه البروتونات تكون اكستشينجبل يعني ممكن أن يكون عندي موجود بهذا الشكل OH بعدين يتحول عندك إلى هذا الستركتشر اللي هو نسميه كيتو إينول تاتوميريزم فلهذا لا هي يصير لها سبليتينج ولا تسوي سبليتينج لغيرها الريت اوف اكستينجبل شلون نقلله هذا بالنسبه للبروتون اللي على الاكسجين او النيتروجين او السلفر نقلله طبعا هو تعتبر انك البروتون مالت exchangeable يعني ليش هذه البروتونات تصير لها سبليتنج يعني هاي شيء تهتم إله لا هي تسوي سبليتنج ولا تسوي سبليتنج للنيبورينج لأن هذه exchangeable مثل ما هسه سويت لك ياها ثاني شيء تكون هيدروجين بوند والنيتروجين ممكن تكون عندك بشكل رباعي شلون نقلل الريت مات الاكستينجبل أما أقلل من الكونسنتريشن ما أستخدم concentrated solution أستخدم diluted أقلل من التمبريتشر أستخدم لو تمبريتشر أستخدم مادة اللي هي أنهيدروس صوديوم كربونيت أو أنهيدروس ألمنيوم اللي هي يعني act as impurities أو أستخدم نوع من الجراد اللي هو يخلي لي إنه الشارت يطلع بسرعة قبل ما يصير عندي هذه الخطوة مات الإكستشنجبل الأو إيش ما الكحول تطلع عندك ضمن هذا الرينج هذه الأو إيش مات الكحولات وعندك الـ OH مات الكاربوكسيليك أسيد الـ OH مات الكاربوكسيليك أسيد تطلع عندك بعيدة يعني الـ OH مال الكحول تطلع عندك من 0.5 إلى 4 هي أكثر شيء من 2.3 إلى خلينا نقول عندك 3.5 بينما مات الفينولات تكون بين 4 والسبعة ونص وممكن تقمز لك للثمانية تسعة لكن الكاربوكسيليك أسيد 100% يطلع لك فوق العشر مات الكاربوكسيليك أسيد ليش؟ لأن الكاربوكسيليك أسيد يكون عندك 2 هيدروجين بوندز لاحظ هنا الهيدروجين بوند الإفكت مالتها وين يكون عندك؟ أنت تعرف الهيدروجين بوند ممكن تكون انترا اللي هي ضمن نفس الموليكيول أو انتر اللي ضمن نفس الموليكيول ما راح تأثر عندي على قيمة الدلتا يعني لا تسوي لي شيلدينج ولا دي شيلدينج لكن الانتر لا هذه حتغير قيمة الدلتا تسوي لي يا أما إفكت كشيلدينج أو دي شيلدينج حسب الجروبات اللي تتصل بها هذا كله كشرح تهتم إلى عندنا بالـ NMR أقدر أنه أني أميز بين مختلف أنواع الأمينات يعني أسوي classification للأمينز as a primary, secondary, tertiary تكون بشكل aromatic أو تكون بشكل heterocyclic زين هذه رأسا راح أشرح لك إياها هنا لاحظ إذا كانت إحنا عندنا شغلتين نهتم لها الـ NH والـ SH إذا طلعت عندي سينجليت وشارب ماكو داعي أهتم للـ SH للـ CH قصدي إذا كان عندي طلعت البيك مات الـ NH طلعت عندي سينجليت وشارب ما أكو داعي أهتم للبيك مات الـ CH لأنه هذه 100% أليفاتك ليش؟ لأنه اللي تكون بشكل أروماتيك واللي تكون بشكل هيتروسايكليك مثلا عندك البيرول هذا عندك البيرول مثل عندك البيريدين هذا عندك البيريدين هذه كلها تطلع سينجليت وبرود طب هذه سينجليت وبرود وهذه سينجليت وبرود شلون نميز بيناتهم هسه نجي نهتم للبيك مات السي اتش
بهذه الحالة هنا البيك ما ايش ما يصير كابلينج، لكن في حالة الهيترو تسوي كابلينج. زين نرجع شلون نسوي كذا، هسه عرفنا شلون بين الاليفاتيك والاروماتيك والهيتروسايكليك. زين البرايمري والسكندري والتيرشري شلون؟ اذا كان السبليتنج كوارتيت رباعي اذا هي برايمري، كان تريبليت اذا هي سكندري، كان دبلت اذا هي تيرشري. وقلت لك تهتم اللي كتب اكتب لك اياه بشكل سؤال جواب. البروتون اللي موجود عندك على السلفر يمتاز انه ممكن ان يسوي لي سبليتنج. ليش ممكن يسوي سبليتنج مع انه هو همين اكستنشبل، بينما اللي على النيتروجين والاكسجين ما يسوي سبليتنج؟ لانه بالسلفر عندي اوربيتالات الدي تكون فارغه، ولهذا راح تسوي لي عندنا السبليتنج. نعطيك مثال، مثلا عندك هذا عندك هنا هذه، يعني هذا السلايد سؤال وجواب نفسه طبعا اللي انا شرحت لك اياه، بس مجرد مرتبه لك اياه بشكل سؤال جواب. لاحظ هذه همينه مرتبه بشكل سؤال جواب، كاربوكسيليك اسيد وكحولات وامينات نفس اللي مشروح لك. لاحظ هذا هنا همينه مرتب لك بشكل سؤال جواب، ما يحتاج اكرر عليك اكثر من مره. اللي موجود بشكل سؤال جواب هذا تخلي في بالك، يعني بيها مجال مساعده انه الاستاذ يجيب لي. لحد هنا انا كملت لك ال NMR، باقي شنو؟ أحلك المسائل مات الـ NMR حتى من يجيك سؤال بالامتحان تعرف شلون تحله. تحبون أكمل لكم اليوم أو أخذكم فد ساعة زمان غير وقت؟ أكمل لكم هسه فد نص ساعة، فد ليلي 11 وربع نكمل؟ كملي دكتورة. أوكي، حتى يعني يصير واضحة بالنسبة لك. عندنا هذا السؤال، بس أريدك تنتبه علي ويعني تحاول إنه المحاضرة قدامك حتى تأشر لي عليها. إحنا إيش موجود عندنا السؤال؟ سؤال يقول لي إنه أنت عندك مركب، المركب اللي موجود عندك الكيميكال فورميلا مالته هي شنو عندك؟ C4H8O2. إذن أول شيء نيجي نطلع الإندex of hydrogen deficiency، نفس القانون مالت الماس، 4 minus 8 over 2 ما عندي تريبليت plus 1، إذا 5 minus شو تكون عندنا هنا؟ 4، أو يعني نقدر نقول 4 minus 4 minus 4 شو يساوي لك 1؟ إذا 1 معناها شنو؟ يا عندي دبل بوند أو عندي سايكليك. هو ده يقول لي بالآي آر انطاني ابزوربشن للكربونيل، إذا 100% ما عندي سايكليك. إذا هسه أني صح الحل مالتي مالت الإندكس أوف هيدروجين ديفيشنسي إنه أني عندي دبل بوند. شناطيني الإنتجريشن؟ إذا نجي شو نسوي للإنتجريشن؟ نجمعها 15 زائدا 11 زائدا 14 10 20 30 35 36 40. أقارن السمشن من الإنتجريشن ويا النمبر أوف هيدروجين، نفس اللي شرحته قبل شوية. منو الاوكس السمشن من انتجريشن اعلى من الاكسجين، اذا راح اقول 40 تقسيم 8 شو تساوي لي؟ تساوي لي 5. اذا حتى اطلع كل بيك ايش قد بها هيدروجين، كل وحده اقسمها على 5. كل وحدة راح أجي أقسمها على 5. على 5 أجي هنا أضيف خط اللاغ حتى يعني يصير واضح بالنسبة إليك. خمستعش على 5 إيش قد راح يطلع عندنا رقم؟ يطلع عندنا رقم 3.
11 على 5 يطلع تقريبا 2.1 2.2 يعني 2، و14 على 5 يطلع تقريبا يعني 2.75 2.8 يعني يطلع عندك 3. زين اجي اشيك النمبر اوف بروتونز ايش قد؟ 3 زائدا 2 زائدا 3 ايش قد يصير عندي؟ 8، اللي هو نفس الرقم اللي موجود عندنا هنا. واضحه لحد هنا انا ماما ايش سوينا؟ طلاب ماما واضحه؟ نعم دكتورة. زين هسه نجي بالنسبه عندنا للاي، خلينا نجي ناخذ هذه ننزل نشتغل جوا على راحتنا. بالنسبه عندنا للاي الاي شي يقول لي؟ يقول لي تريبليت. يعني شنو تريبليت؟ يعني ان بلس 1 تريبليت معناها 3 تساوي لي 3. اذا الان ايش قد قيمتها؟ يعني 3 ناقص 1 اذا الان تساوي لي 2. اذا معناها هذه التريبليت لازم النيبورنج لها ايش كم بروتون؟ 2. التريبليت ايش كم بروتون بيها؟ يعني هذه التريبلت خلينا ناخذ هذا همينه حتى ما نخلي التريبلت هو بي 3 بروتونز. اذا هذه معناها شنو؟ معناها هذه سي اتش 3 وهذه بها 2 بروتونز معناها سي اتش 2 وهذه 3 بروتونز معناها سي اتش 3. زين هذه هنا من قلت النيبورنج إلها 2 إذا معناها هذه سي اتش 3 لازم ال 100% عندي سي اتش 2. نرجع بالنسبة للبي، البي كوارتيت، كوارتيت يعني شنو؟ يعني 4، يعني ان بلس 1 شو تساوي لي؟ 4. إذا قيمة ان شو تساوي؟ 4 ماينس 1 إذا 3. إذا هذه اللي هي كوارتيت لازم تتصل بكربون بها 3 بروتونز. زين أجي أشيك هذا حلي صح؟ أطلع السبليتنج مال هذه. السبليتنج مال هذه هي عبارة عن شنو؟ N بلس 1 تساوي كم بروتون عن نيبورينج؟ 2 تساوي 3 صح التربليت. أجي أشيك هذه N بلس 1 يساوي كم بروتون؟ 3 4 اذا هي كوارتيت صح هي كوارتيت. نجي هذه هنا شو يقول لي؟ سنجليت. يعني سنجليت يعني شنو؟ ان بلس 1 تساوي لي 1 اذا ان شو تساوي لي؟ 1 ماينس 1 تساوي 0. اذا هذه سي اتش 3 لازم يمها كربون او اتوم ما بها هيدروجين. اذا هسه ايش صار عندنا؟ صار عندي سي اتش 3 وصار عندي سي اتش 2 وصار عندي سي اتش 3 وهو بالسؤال يقول لي عندك كربونيل جروب. اذا هسه نجي نسوي جدول كربون هيدروجين اوكسجين. ايش قد كربون اني عندي بالكيميكال فورميلا قايل لي؟ سي 4 اتش 8 او 2. زين ايش كم كربون طلع عندي؟ 1 2 3 4 اذا 0 الناتج المتبقي 0. ايش كم هيدروجين عندي؟ 5 8 هم 0. اوكسجين ايش كم وحده؟ اذا باقي لي اوكسجين. اذا نجي شو نقول؟ نقول أني عندي CH2 CH3 عندي CH2 CH3 وعندي CH3 عندي CH3. إذا أما هنا كربونيل جروب وهنا الأكسجين أو هنا الأكسجين
وهنا الكربونيل جروب. طيب اي ستركتشر هو الاصح؟ نيجي هذه سي اتش 3 بهذه الحاله او بهذه الحاله هي سنجليت، زين، والسي اتش 2 بهذه الحاله او بهذه الحاله هي كوارتيت. هذه دا يصير لها دي شيلدينج وهذه هم دا يصير لها دي شيلدينج، ونفس الشيء عندنا هنا. من هي تاثير الدي شيلدينج مالتها اقوى؟ الاكسجين لو الكربونيل جروب، طبعا الاكسجين اقوى. اذا كانت الاكسجين هي المرتبطه بالسي اتش 3، اذا السنجليت هي الموست دي شولدد وان، السي اتش 3 هي هذا الستركتشر صح، اذا لازم الكوارتيت هي الموست دي شولدد. ليش؟ لانه الايفكت مالت الدي شولدينج مال الاكسجين اقوى من الايفكت مال الدي شولدينج مالت الكربونيل جروب. اذا اروح اضاوع على الشارت، هذا الشارت اللي موجود عندنا. هذا الشارت اللي موجود عندي. إذا من الشارت الموجود عندي هنا، هذا الشارت الموجود، من هي المور دي شيلدد وان؟ الكوارتيت لو سنجليت؟ السنجليت. إذا من الستركتشر الصح هو هذا، لكن لو نفس هذا بس مجرد انه اني اغير لك هذه اجيبها هنا، هسه منو صارت عندك المور دي شولدد وان؟ الكوارتيت. اذا الستركتشر الصح هو هذا. ماما مفهومه حل السؤال؟ طلاب ماما جاوبوني مفهوم حل السؤال، لو تحتاجون اعيد لكم اياه. نعم دكتوره مفهوم. اوكي ناخذ مثال الاخ حتى يعني تتقوون بحل الأمثلة. ناخذ مثال ثاني. عندنا هذا السؤال، شوف هذا السؤال ما مرتب لي اياه بشكل جدول، إذا أنت ترتبه بشكل جدول وهسه ويا بعض نحله بشكل جدول. يقول لك هذه الكيميكال فورميلا، يقول لك هذا اللي طلع لي قيمة الدلتا والسبليتنج، وهذه طلعت لي الانتجريشن. اني هاي المعلومات اللي اني اريدها، زين، هذه كلها البقية ما علينا منها. اذا قلنا اول شيء شو نطلع؟ الاندكس اوف هيدروجين ديفيشنسي. اقول 10 minus 12 over 2 plus 1. هذه ويا هذه 6، 11 minus 6 يساوي لي 5. قلنا من الخمسة نشيل 4 للبنزين رينك، إذا ايش بقى لي؟ بقى لي 1 اللي هو يا أما cyclic structure أو double bond. نجي نرتب بشكل جدول. زين سوي بشكل جدول، وهذا همينه. هنا أنا راح اخذ هذه 7.39 دبلت، طبعا الدبلت تريد تخليها بكولوم بواحد او ويا هذه ماكو فرق. هذه 6.91 تريد همينه تخليها ويا هذه 7، لانه هذه عباره عن البنزين رينج وهذه همينه للبنزين رينج،
فتريد تخليها بنفس الرو او ديفرنت رو، ماكو مشكله نهائيا ولا يعني تاثر على الحل، ماكو مشكله. عندنا هذه سنجلت، عندي هذه كوارتيت، وعندنا هذه تريبلت. ايش قد الانتجريشن؟ هذه الانتجريشن مالتها 20 ب 20 ب 30 ب 20 ب 30. إذا أول شيء شو نسوي عندنا؟ مو سوينا عندنا الإندكس أوف هيدروجين ديفيشنسي وعرفنا ايش قد؟ راح أجيب الحل حتى لا آخذ وقت. إذا أول شيء راح نجي نسوي إنه إحنا نجمع الإنتجريشن. هذا بس حصغره حتى يكون قدام عينك كل شيء أجي أشرحه. نجمع الإنتجريشن. 20 يعني هاي 20 ويا هذه 50، هاي ويا هاي 50، إذا المجموع 120. 120 أعلى من إيش؟ أعلى من قيمة البروتونات اللي موجودة بالكيميكال فورمولا اللي هي C10H12O2، اللي هي C10H12O2. ما دام أعلى إذا أقول 120 على 12. إذا شو تساوي لي؟ تساوي لي 10. إذا كل واحد من الانتجريشن أقسمه على 10. إذا هذه بها 2 بروتونز، هذه 2 بروتونز، هذه 3 بروتونز، هذه 2 بروتونز، هذه 3. أشيك أجمعها ايش قد؟ 5 و5 10 و2 12، إذا حلي صح. نجي هسه. هذا شنو معناها عندي؟ لاحظ البنزين، لاحظ وين طالع عندنا؟ هذه الستة، هذه السبعة، هذه الثمانية. واحدة طالعة عندي بالـ 7.93 قريبة من الثمانية، والأخرى طلعت عندي قريبة من السبعة اللي هي بالـ 6.91. إذا أكو بالحالتين عندي دي شولدينج إيفكت، لكن دي شولدينج إيفكت أقوى من الآخر. يعني هذا دي شولدينج وهذا دي شولدينج. ما دام هذا الدي شولدينج مالته قوي، اذا لازم عندي هيتروتوم. اذا نجي هسه نفسر، هذا دبلت وهذا دبلت. ما دام دبلت اذا معناها السبستيتيوشن على البنزين رينج وحده للخه بارا. لو كان عندي اورثو هذني كلهن يطلعوا لي بيك وحده. لو كان عندي ميتا يعني هذه هنا وهذه هنا، اذا هذه تطلع لي بيك، هذه تطلع لي بيك، هذه تطلع لي بيك، وهذه تطلع لي بيك اخرى. اذا اكثر من بيك تطلع عندي بالبنزين. اذا هنا ما دام اكثر من بيك يعني ما يعطيني هيك رقم، ينطيني اياها رينج، يعني يقول لي من 7.9 مثلا الى 7.5. هذه من هيجي الى رينج، بس معطيني اياها رقم واحد معناها كومبليتلي تو بيكس. اذا معناها ايش عندي؟ عندي هيترو اتوم وعندي ويذدرونج افكت. ايش موجود عندي هنا؟ سنجليت اللي هي تحتوي لك على ايش قد؟ ثلاثه. اذا هذه 100% سي اتش 3. وهذه من البنزين، هذه سي اتش 2 وهذه سي اتش 2. إذا 100% أنا عندي أورثو، لأنه لو كان بارا لكان بيك وحدة أربعة، ولو كانت عندي ميتا لكان طلعت عندي بيك 1 بروتون وبيك دبلت وبيك اللخة هم سنجلت، يعني 2 سنجلت بيكس و 1 دبلت. زين هذه شو تكون عندك؟ هذه هم سي اتش 3 وهذه 2 بروتونز، هذه سي اتش 2. إذا ايش صار عندنا؟ صار عندي CH3، صار عندي CH2، يعني لاحظ CH2
وسي اتش 2 وسي اتش 3 وسي اتش وسي اتش. اذا هسه نجي نحسب ايش كم كربون ايش كم هيدروجين موجود عندنا. كربون هيدروجين اكسجين. اني بالنسبه الي للكربون ايش كم كربون قايل لي بالسؤال عندك؟ 10. هيدروجين 12 اكسجين 2. اني هسه ايش كم كربون موجوده عندي هنا؟ البنزين لان هذا الريج مالت البنزين شو تكون عندك؟ 6. زين اذا هذني رينج مالت البنزين 6. هذه تكون عندك ايش؟ 7 8 9. زين اذا هسه عندي 9. اذا باقي لي كم كربون؟ باقي لي كربون وحده. باقي لي كربون وحده. بالنسبه للهيدروجين البنزين هنا 1 2 3 4 وهنا عندنا 3 7 و5 12. اذا وحده للاخت انتهينا منها. ايش باقي لي؟ باقي لي 2 اكسجين. اذا معناها اني من بالاندكس اوف هيدروجين ديفيشنسي طلع لي بنزين ويا البنزين دبل بوند او رينج. ما دام باقت لي وحده من الاكسجين واثنين وحده من الكربون واثنين اكسجين اذا 100% عندي كربونيل وعندي الاخر اكسجين. اذا يا اما الستركشر يكون عندنا سي دبل بوند او سي اتش 2 سي اتش 3 وهنا عندي او سي اتش 3 أو الستركتشر راح يكون عندي هذا أو الستركتشر راح يكون عندي هو هذا هنا سي دبل بوند او وهنا او. هذه بكل الاحوال سنجليت وهذه بكل الاحوال كوارتيت. نرجع الى نفس النقطه. اذا سنجليت هي المور ديشلدد وان يعني الموست ديشلدد وان راح يكون عندنا هذا الستركشر هو الصح. واذا الكوارتيت هي الموست ديشلدد اذا هذا الستركشر هو الصح. نرجع على الرسم. من هي الموست ديشلدد وان؟ ما علينا من نانا اعتيادي هذه وهذه هذه متكافئه اذا راح تظهر هنا وهذه لور ديشلدنج اذا حتظهر هنا. لاحظ هنا بالاخير قبل البنزين هذه السنجليت وهذه الكوارتيت اذا هي من هي المور ديشلدد؟ هي السنجليت. اذا الستركتشر الصحيح راح يكون عندي انه سي اتش 3 هي اللي يمها الاكسجين. مفهومه ماما؟ نعم دكتور. زين عندنا سؤال اخير احلك اياه والبقيه الاسئله اللي موجوده هي مكرر للموجود بالمحاضرات بس مجرد اني مرتبتها بشكل سؤال جواب سؤال جواب. زين بس هذا واكون يعني بالكامل كملت لك المنهج. الباقي شنو؟ انت بس مجرد انه تقرا الاكزامبلز اللي موجوده يعني هذه اللي مكررت لك اياها تحاول تحلها حتى يكون عندك ثقه بنفسك من تدخل للامتحان. عندنا هذا السؤال. عندنا هذا السؤال. لاحظ هذا السؤال شو يقول لك؟ يقول لك انه انت عندك
هذه الكيميكال فورميلا قلنا أول شيء شو نسوي الإندكس of hydrogen deficiency 4 minus 10 over 2 ليش 10 لأن 9 من الهيدروجين وحدة البروم إذن هذه 5 plus 1 إذن 5 minus 5 equal to 0 إذن لازم يكون open chain قلنا هذه نرتبها بشكل جدول شو نسوي هسه نجمع الانتجريشن 3 4 ويا الخمسة تكون تسعة، تسعة مساوية للتسعة. إذا تحلها تكملها قسمة بقسمة، تكملها قسمة بضرب، ما أكو أي مشكلة. إذا هذه يعني كل الأحوال 9 over 9 شي يساوي لك واحد. إذا هذه تقسيم واحد، هذه تقسيم واحد وهكذا. إذا هذه بها واحد، هذه اثنين، واحد، اثنين، ثلاثة. كل واحد معناها عندي CH. ما دام 6 ستيت يعني n plus 1 تساوي 6 اذا قيمه n تساوي لي 5 اذا هذه CH محاطه بال CH3 اللي هي 3 بروتونات وال CH2 اللي هي 2 ما دام التربليت اذا قيمه n تكون عندك 2 سنجليت 0 كوارتيت 3 والدبليت تكون عندك 1 اذا من هنا التربليت افتهم انه لازم المجاور لها تكون CH2 او 2 CH السنجليت لازم ما اكو لها مجاور كوارتيت معناها كوارتيت شنو يعني معناها عندنا بهالشكل CH2CH3 هذه n تساوي لنا 3 اذا n بلس 1 3 بلس 1 يساوي لنا 4 او ممكن تكون CH2 محاطه ب CH وCH3 والدبليت معناها شنو معناها هنا CH محاطه ب CH3 او CH محاطه عندك هنا بال H وهنا بال H زين شلون نعرف شنو هو الستركتشر الصحيح اللي موجود عندنا؟ أنا موجود عندي هذا الاستنتاجات اللي استنتجتها من عندها. إذا راح يكون عندي CH3 اللي هي استنتجتها و CHCH2 هاي CHCH2 وعندي CH2 أخرى زين. إيش راح يكون عندنا؟ يقول لي عندنا سنجليت، من هي السنجليت؟ هذا تنطيني دلالة إنه عندي OH. طيب هل ممكن انه اني طالب يقول لي اني اريد اكتبه بهالشكل انه هنا ال OH وهنا ال BR اذا اني نعطيتك الشارت نعطيتك القيم لا لازم انت تعرف ياها تكتب من هي الموردي شولدينج يعني لاحظ هذه الكربون هذه الكربون هل هي موردي شولدينج لو عندك هذه الكربون هي مور دي شولدينج اللي هي مور دي شولدينج هي تتصل عندك بالبي ار فلاحظ احنا عندنا هذه الكربون هي مور دي شولدينج فلهذا الستركتشر الصحيح هو هذا الستركتشر اخر مثال ناخذه اذا كان السمشن مال انتجريشن اقل من النمبر اوف هيدروجين يا الله لاحظ هنا ايش قد الكيميكال فورمولا C8H9Cl اذا نطلع الاندكس اوف هيدروجين ديفيشنسي شو يساوي لك 8 minus 10 over 2 ليش 10 لان 9 1 10 plus 1 اذا 9 minus 5 اذا نساوي 4 100% عندي بنزيرينج شوف شو يقول لي هذه اجي ارتبها بشكل جدول هاي رتبناها هنا بشكل جدول هاي سنجليت وهاي سنجليت وهاي سنجليت ما دام انطاني اياها سنجليت مو قلت لك شنو معناها عندي اورثو وحده للاخرى حيث انه هذه كلها تطلع لي اياها chemically and magnetically equivalent. Singulate اجي اجمع الانتجريشن 2 1 3 4 ونص 4 ونص اقل من النمبر مالت البروتون اذا هذا نفس اللي حليت لك اياه قبل شويه بس ما كملنا الحل على ال 4 ونص يساوي لك 2 قلنا نقلبها نسويها ضرب اذا هذه في 2 معناها 4 بروتونات هذه في 2 معناها 2 وهذه في 2 معناها 3 اشيك 6 9 صح هي 9 اللي هي 4 بروتونات هي الاروماتيك رينج هذا ياكد لي انه عندي اورثو
هذه هنا 2 بروتونز وهذه 3، ما دام 3 اذا عندي CH3، وما دام 2 عندي CH2، اذا هذه CH3 CH2. وطبعا اذا تريد تكتب هنا CH2 وهنا CH3 ماكو مشكله، ايش باقي لي؟ نجي هسه كربون هيدروجين Cl، شو يقول لي؟ 8 ب 9 ب 1، 8 9 ب 1 6 7 8، اذا خلصناها. 4 بروتونات 4 و 5 9 خلصناها، ايش باقي عندي؟ Cl، اجي خلي Cl. مفهومه ماما؟ وهمين اقراها، تحبون قبل الامتحان قبل ما تقرون اراجع لكم الماده كلها ماس ان ام ار، ما عندي اي مانع. تحبون تقعدون تقرون للامتحان ووراها اراجع لكم، ما عندي اي مانع. حتى لو تردون مثلا اول يوم العيد، تردون مثلا قبل، يعني ورا ما تخلصون الامتحان، شو وقت انتم اخر امتحان عندكم قبل العيد؟ يوم 18 هاي قبل العيد. يوم اي هو العيد تقريبا يوم 20، انا ما عندي عيد لان هاي اول عيد على وفاه والدتي الله يرحمها، يعني العام توفت بثلاثه ذي الحجه الله يرحمها، فيعني ما يهمني. تحبون اراجع لكم الماس وبعدين اراجع لكم الان ام ار، تحبون اراجع لكم الان ام ار، اتفقوا انتم اي وقت وبلغوني وتدللون. ومثل ما قلت لكم على اعتراضات ماما يشهد الله